أولا الله سبحانه وتعالى قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن في موالاة من دون المؤمنين، وفي موالاة ما قالش فيها من دون المؤمنين. الموالاة ما هي درجات، أشدها قبوح موالاة من دون المؤمنين. ومثلا في النصارى شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما قالش من دون المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طب إيش أولياء؟ طب تزوجنا منهم أولياء، عملناهم بالتجارة أولياء. أنت تلاحظ أجوا كانوا مستضعفين في مكان ما معتدى عليهم من طاغية، فروحنا أزلنا عنهم الظن، معناته اتخذناهم أولياء. بدنا نفهم معناته شو أولياء، لاحظوا. لأنه أنت على فكرة أي أمة مظلومة شو ما تكون، كنت أنت قادر كمسلم ممكن تنصر الأمم المظلومة، تمام. هذا مش معناته أنت اتخذته أولياء، لأنه في ناس بظنوا إذا نصرته معناته اتخذته أنت ولي. عشان هيك بنحرر مفهوم الموالاة. أنا ممكن أنصره، ممكن أنصره المظلوم ومش مسلم، ومعناته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا مسلمين، وهذه الآن احنا ماشيين شوي، يا مسلمين لازم تكونوا انتوا أولياء بعضكم البعض، وتعتبروا الكفار أو بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا، إذا ما بتسلكوش على هذا الأساس وهذا الإيمان، بيؤدي هذا لفتنة وفساد في الأرض كلها. إذا موضوع الموالاة وتحديده مهم. ليش؟ لأنه إذا ما فهمناش مظبوط تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أنتوا يا مسلمين بتفهموش شو الموالاة، إنك توالي المؤمنين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذا بتفهمش هالكلام إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لاحظوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أنت ولاءك للمؤمنين، وفيش بينك وبين غير المؤمنين أي ولاء، لكن في بر وفي قسط وفي عدل، تعامل بالحسن، إيصال حقوق، تعامل بعدالة، الولاء للمعسكر الإيماني. طب ليش؟ مشان ما يكونش في فتنة في الأرض ولا فساد كبير. طب نشوف المجتمع الفلسطيني مثلا، لما اليهود بيهجموا علينا بطريقة أو بأخرى على بلد ما، بتلاحظوا هذه البلد إيش؟ كل الناس بكل الفئات شو بتكون؟ مع بعض في مواجهة مين؟ اليهود. بروحوا اليهود، كان بتلاقي الناس إيش؟ فصائل متنافسة متناحرة في البلد نفسها. وين ولاء فلان ابنك للفصيل الفلاني؟ ولا ابني للفصيل الفلاني. اجوا اليهود كن وقفوا مع بعض، هي صاروا مع بعض. راحوا اليهود بدت بينهم، طيب ممتاز. وانتوا بتلاحظوا مثلا اسرتك، انت اسرتك في علاقتك باسرتك ولاءك لاسرتك قوي جدا، لكن بتلاقوا مرات اثنين اخوه في الدار تقاتلوا على الولاء، هذا فصيل فلاني. الشغله على فكره بتحير، لأنك بتشوف الناس يا سبحان الله مرات واقفين مع بعض مرات ضد بعض. الغربيين مثلا، هتلر مثلا غزا فرنسا، يعني بقاموا كلهم توحدوا ضد، راح هتلر في داخلهم ايش بصير؟ انتماءاتهم احزابهم. ولعلمكم فيش فكرة في العالم الا واهلها بتوالوا. كيف الشيوعيين زمان؟ وزي ما قال بعضهم اذا امطرت في موسكو يفتح الشمسية هون، مش هيك؟ طب ما إله ولاء لقرايبه هون، كان إله ولاء لقرايبه هون، وإله ولاء لحمولته، وإله ولاء للبلد، وكانوا ضد اليهود مثلا،
ممكن يكونوا او مع اليهود الحزب الشيوعي جوا. طب كيف يعني ولاء لموسكو ثم ولاء هون عندنا ثم ولاء لحمولته ثم ولاء لأسرته؟ هذا ولاء مين؟ اذا معناته احنا بدنا نشوف شو الولاء معناته، لانه احنا بنلاحظ الانسان عم تتعدد ولاءاته حسب المواقف. طب ايش يعني المؤمنين الان بعضهم اولياء بعض؟ واذا ما كانوش المؤمنين بعضهم اولياء بعض واعتبروا انه الكفار اولياء لبعضهم البعض، معناته تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وانت بنقول انه هون في ولاء وصرت صار المسلم مؤاخذ او غير مؤاخذ، هذه ان شاء الله نفصل في المرة القادمة. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.